السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو رح نحكي عن موضوع امتى لازم تغير الكملك تبعك وامتى بيتطلب انك تراجع ادارة الهجرة لحتى تعمل تحديث البيانات. رح نحط النقاط على الحروف بالنسبة لهذا الموضوع. بداية ضعوا اعجاب للفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى توصلكم جميع التفاصيل. من غير ما نفوت بتفريعات وبمواضيع عديدة رح اختصر لك الموضوع بكل بساطة واحكي لك امتى لازم تراجع ادارة الهجرة وتحدث بياناتك وتغير الكملك تبعك. الحالة الأولى في حال كانت الكملك تبعك عتقت أو مثلا حطيتها بالغسالة عن طريق الخطأ أو رقم التيجي مثلا ما عاد مبين اللي على الكملك أو الاسم ما عاد مبين، بهي الحالة لازم تأخذ موعد وتروح تراجع إدارة الهجرة حتى تغير الكملك تبعك. كان إذا حدا وقفك تبين معلومات الكملك ويقدر يشوف معلوماتك الشخصية على الكملك. الحالة الثانية إذا تغير أي شيء بوضعك أو بمعلوماتك أو رقم تليفونك أو أي شيء بخصك، يعني إذا عندك أي شيء إدارة الهجرة ما عنده علم فيه بالنسبة للمعلومات، بهي الحالة بدك تاخد موعد لتحديث البيانات وتراجعون. هذا هو الموضوع بكل بساطة اخواني، وهذا الموضوع بينقاس على جميع الأصعدة، يعني صار تغيير بحياتك المهنية، صار تغيير بحياتك الزوجية، صار تغيير بحياتك بعنوانك برقم هاتفك وإلى آخره. أهم شيء إنه المعلومات اللي عندك تكون إدارة الهجرة عندها علم فيها، هذا هو موضوع تحديث البيانات. أما إذا أنت صار لك فترة ما حدثت بياناتك وما تغير أي شيء بمعلوماتك فهذا مو سبب رئيسي أبدا للذهاب إلى تحديث البيانات، فقط إذا كان عندك معلومات جديدة تضيفها لإدارة الهجرة. هذا الموضوع بكل بساطة. والفيديو اللي بعد هذا إخواني رح يكون فيه موضوع أيضا جدا هام ورح يساعد كتير ناس بعدة أمور. لا تنسوا الاشتراك بالقناة مشان توصلكم جميع التفاصيل. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.